بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين جمهورنا الكريم، ينطلق الشوط الثاني للخيل العربية لاصيلا مبتدئة ولمسافة 2400 متر بمشاركة 13 راس في هذا الشوط. إذن هنا محاولة من الدفاع من خلال التفاف الأول مع السيد خليفة بن شعيل الكواري، ولكن أيضا محاولة من الجهة الخارجية مع انفراد المدرب حسين محمد عاشور، ملك السادة شك بريسنج والخيال سليم غلام بيشعر الرصاصي والكاب العنابي. المركز الثاني كيف ترى؟ رقم 11 مع المدرب محمد الغزالي، ملك السيد شعيل بن خليفة بن جاسم الكواري والخيال جيبي كامبر. المركز الآن الثاني يتقدم غرافة رقم 9 الباندميول، ملك السادة أمكان والخيال ماتيو بيلتون. الجياد أمام المقصورة الرئيسية تمر، ولازم نتابع انفراد في الصدارة ورقم 9 في المركز الثاني غرافة. والمركز الثالث مع كيف ترى، بينما المركز الرابع للسيد عبد اللطيف زين العمادي مع رقم 2 إيكو دوفولت والخيال إدواردو بدروزة من تدريب إبراهيم المالكي. أيضا في خامس المراكز مشاركة حمورابي رقم 10 مدرب جوليان سمارت، ملك السادة مربط الشحانية والخيال ستيفان لاجاج. إذن نتابع وياكم الجياد في منتصف الطريق هنا، ولازلنا مع انفراد في الصدارة سلالة عامر والخيال سليم غلام المدرب حسين عاشور، ملك السادة شك بريسك في المركز الأول. تقدم الآن من خلال السادة أم قرن مع غرافة والسادة أم قرن المدرب الباندميول وماتيو بيلتون. محاولة أيضا من الجهة الخارجية من خلال إدواردو بيدروزا مع رقم 2 إيكو دو فوست. الجياد تتجه نحو المنعطف قبل الأخير والسادة أم قرن، المنافسة بينهم وكذلك الشحانية والشقب. وأيضا هنا متابعة من السيد عبد اللطيف حسين زين العمادي في المركز الثاني، محاولة قوية من إدواردو بدروزة من الجهة الخارجية، عد الانعطاف قبل الأخير باتجاه المنعطف الأخير. إذا هنا ومحاولة التقدم من إيكاردي فوست، والمتابعة تأتي أيضا من البقية الباقية. الجياد عند الانعطاف الأخير، لازلنا نتابع السادة أم قرن في الصدر في المركز الأول من الجهة الخارجية، تحركة جميلة من إيكو دو فوست، وأيضا المتابعة تأتي من الشحاني من الجهة الخارجية من طيش والخيال علي خالد المسلم مع أقل الأوزان، وأيضا متابعة من ماكسر أبرز الترشيحات ريان كوراتولو المدرب جوليان سمارت ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. الصدارة الآن للشحانية إلى المركز الأول والصدارة مع ماكسر أبرز الترشيحات. إذا إلى المركز الأول والصدارة بالدفع الثلاثي، جابوا الفوز الثاني على التوالي، الشحانية الصدارة والوصافة من خلال ماكسر وطيش. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام.